معكم يا حلوات، انا سمية حارب بيوتي بلوجر من الامارات دبي، وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن مفضلات شهر يونيو، يعني اكثر منتجات استخدمتها في هالشهر وكنت حابتنها، فحابة اشارككم فيها يمكن تحصلون شيء يفيدكم. اول منتج حابة اشارككم اياه الثيرمال ووتر. هذه الماركة انا وايد احبها، موجودة في كل الصيدليات وغالبا اشتريها من صيدلية بوتس. ميزة هذا السبراي للوجه، هذا مو بمثبت مكياج، استخدمه كمرطب للبشرة. تعرفون من يدخل الصيف البشرة تتعب، شمسنا ما شاء الله ما تقصر، شمسنا وايد قوية، فهذا السبراي احب احطه الصبح عقب ما اخلص عنايتي ببشرتي، اخر شيء يكون هذا السبراي. احس شيء ينعش البشره، يساعد البشره انها تمتص الكريمات الاشياء اللي انا حاطتها خلال النهار. بعد ممكن ارجع ارش منه، وحتى يعني اذا كنت حاطه مكياج او محاطه مكياج لا احب اني استخدمه، طلعت في الحر ورديت بعد يريح بشرتي، لانه لاحظت انه مع استخدامه يخف احمرار البشره، هو مثل الماي بس شيء يعطي انتعاش. وبعد احب استخدمه في الليل كاخر نقطه في ترطيب بشرتي. مع الاستخدام لاحظت ان بشرتي وايد ارتاحت. ثاني منتج حابه اشارككم اياه عطر ايه من شفا دبي. حلوه هاي الماركه، من فتره استخدم كذا منتج من عندهم وهذا العطر عجبني. اول ما استخدمته حسيت بانه قوي، بس يوم اتريع عليه شويه لا ترجع ريحته هاديه ثابته، مو بالعطر اللي انت تحسين انه شيء يعني تروحين عدل، لا بارد، ما اعرف بالضبط كيف اوصفه، يعني شوي انا سيئه في وصف الروائح ان جنرال، بس هذا العطر ما ادري حسيت انه مع الاستخدام حبيته اكثر من اول مره استخدمته. ماركة شفا دبي موجوده في سيفورا، اذا حابين انكم تجربون عطور جديده شيء غريب انصحكم تجربون هذا، اتليست يعني تروحونه في الستور وتريوا عليه شويه. لاحظت ان ريحته في البدايه تختلف عن عقب مثلا ربع ساعه نص ساعه، عقب تكون وايد احلى، ومثل ما قلت لكم الريحه ثابته. ثالث منتج هذا عندي اياه من زمان بس الفتره الاخيره استخدمه اكثر، روج من دوس اوف كولرز، اسمه بيري مي. هذا من الارواج السائله، اللون شوي غامج بس حلو. من احطه على الشفايف ياخذ يعني مال 5 دقائق ينشف وخلاص يتم ثابت. ما لاحظت انه يجفف الشفايف، اللون وايد حلو. كانت ميرا اختي نصحتني اني اجربه، وفعلا يوم جربته حسيت ان اللون مميز وثباته بعد حلو. ما جربت صراحه باقي ارواج دوس اوف كولرز الارواج السائله، افكر اني اجربهم، بس بشكل عام هذا بيري مي انا وايد عجبني. بعد من الاشياء اللي وايد حابه انها هاي الفتره هايلايت مابلين ماستر هايلايت، نزلت عنه ريفيو على الانستغرام، هذا وايد حلو شي شكله. الالوان في العلبة تبين انه بلاش، ومكتوب عليه انه بلاش، بس علي انا لاحظت انه هايلايت اكثر من انه بلاش. لمعته هادية ناعمة عملية، تعرفون اللمعة اللي ممكن تحطينها في النهار، ممكن اذا انت حاطة ميك اب خفيف تقومين تحطينها هذه اللمعة. وبعد طبعا يعني من الدراغ ستور، بس جودته وايد حلوة. مابلين بشكل عام منتجاتهم انا وايد تعجبني، وهذا الهايلايت باي ذا واي كنت وايد اشوف عن ريفيوات خصوصا على اليوتيوب، فيوم حصلت في دبي في بوث مابلين اتحمست صراحة اني اجربه وافكر اني اجرب الالوان الثانية. هذا المنتج استخدمه من زمان بس ما كنت اتكلمت عنه، ما اعرف ليش، فقلت اذكركم اياه خصوصا اني هاي الفترة استخدمته بزيادة. تحال من سيفورا ووتر بروف، الراسين الراس له مثل الفرشاة حق التمويه، والكحال نفسه سواده وايد حلو وفعلا ووتر بروف. هذا الكحال بالذات احب استخدمه داخل العين، لاحظت ان عيني ما حسست منه. بشكل عام عيوني تحسس من الكحال يوم احطها داخل العين، هذا لا ما حسست منه، وفعلا ووتر بروف، يعني يوم احطه ما يسيح يتم ثابت، او مثل ما قلت لكم لونه حلو، موجود طبعا في محلات سيفورا. هالو هير هايدريتنج ماسك، هذا ما توقعت انه شي بحبه، بعد سمعت عنه على الانستغرام،
قلت يعني مثل باقي زيوت الشعر، مثل يعني الاشياء اللي ممكن استخدمها لتغذية الشعر، بس فعلا هذا لاحظت انه فرق على شعري، يرطب الشعر عدل، يعطيه لمعة وايد حلوة، خصوصا اذا مثلا انتي صابغة شعرك او مستخدمة مثلا تريتمنت معين حق شعرك يعني، او اذا شعرك تعبان، هذا فعلا يرطب الشعر، تحسين انه يغذيه عدل، وريحته وايد خفيفة، هلا عجبني فيه، والباكجينج، الباكجينج ماله وايد حلو. كريم الجسم من ستاندرز، هذا اللي هو 24 كارات جولد، المفروض انه في ذهب وفي ارغان اويل وفي رمان، يعني مكونات وايدة. اللي عجبني فيه ريحته وايد حلوة، ناعمة، وتركيبته، يعني تعرفين البادي باتر بشكل عام عادة تكون ثقيلة، هذه لا مو بثقيلة، من احطها على الجلد بسرعة الجلد يشربها وصدق ترطب، وإلين ثاني يوم يتم الجسم مترطب، يعني عيبتني. جربت من هذا اللاين من ستاندرز، بس لاين الذهب، بعد جربت البادي سكراب بعد حلو، بس هالبادي باتر صدق حسيت انها مميزة. ماسكارا اركانسل، هذه المسكرة وايد حلوة، تعطي رموش طول، تعطيها غلط، تفرق الرموش، شي شكل راسها، عملية، وسوادها بعد حلو، حبيتها صراحة. انا نادرا ما استخدم مسكرة واحدة، بس هذه من كثر ما انا حبيتها قمت استخدمها بروحها، ولاحظت انه فعلا تطول الرموش، تعطي شكل حلو للرموش. وبعد من الدراغ ستور، سعرها رخيص وموجودة، انا اخذها من محلات كرجي عندنا في دبي، ما عندي فكرة وين موجودة في باقي الخليج. وهذه كانت يا حلوات المنتجات اللي استخدمتها بكثرة في شهر يونيو، وبالنسبة لي من المفضلات. اتمنى انكم حصلتوا شيء استفدتوا منه في هالفيديو، ولا تنسون اللايك، واذا عندكم تعليق حطوا لي اياه في الكومنت تحت، وبعد السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.